اه ممكن في حنكه غلط. ما هي في الاخر الاصابات العضليه واحنا بنقسمها برضه لحاجات تروماتيك ودي حاجات اوفر يوز. الحاجات الاصابيه او التصادميه او التروماتيك على سبيل المثال لو لعيب خد خبطه مباشره ده ممكن يعمل اصابه، او لو حاجات فيها اوفر يوز العضله دي فيها اجهاد وتشدت زياده شويه فبيحصل اصابه. الاسباب الاصابه ليها كذا كذا سبب، منها قوه العضلات، منها العوامل الداخليه زي الاتزان يكون مثلا النظر كويس والاتزان كويس والحاجات دي كلها ليها ان ما يكونش فيه اصابات سابقه فيها الاجهاد وفيها ارضيه الملعب في كل العالم. هو دي في حاجات تانية طبعا منها السن ومنها المركز ومنها حاجات كتير زي ما كنا بنتكلم مثلا عن اكيلس، بس الملعب طبعا سبب وسبب موجود. وده على سبيل المثال ان الابحاث لما كترت قوي عن ارضيات النجيل الصناعي رغم ان هي ارخص واسهل في التنفيذ ابتدت دول زي فرنسا على سبيل المثال ما فضلش فيها غير ملاعبين نجيل صناعي، ابتدت الناس توقف استخدام ده لانه بيعمل اصابات بعد شويه. في جيل كتير كده من اللعيبه اللي بيجين عندهم مشاكل في الركب بالذات كتيره شويه لان هم اعتادوا اللعب على من هم صغيرين على ملعب الخماسي اللي هي كانت منتشره جدا في ليبيا. الملعب حاجه مهمه او سبب رئيسي من اسباب الاصابات. الملعب المثالي يعني ممكن يبقى استاد الامارات مثلا يعني ما تقدرش تقول على ملعب مثالي، الملاعب في اي حته في الدنيا ليها مواصفات. احنا في كاس العالم في روسيا كنا بنتبلغ في الاجتماع الفني بطول النجيله قبل الماتش بطول النجيله ومواعيد رش الملعب كنا بنتبلغ بيها.